بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أبدأ المداخلة أقرئكم السلام من إخوانكم في جدة، وأخص بالذكر شيخ محمد القطسي، سلام عليكم برشا، شيخ الهادي تمالا، شيخ جمال الدين القصاص، شيخ سعيد جوجة، وآخرون يذكرونكم بخير، ويسلموا الأخ الهادي القصاص وإخوانكم كلكم يسلموا عليكم ويشكركم على العمل الذي تقومون به. ثانيا أشكركم على هذه الدعوة التي أتاحت لي أن أجدد عهدا كان في السابق منذ سنة 77 تقريبا، لعلكم مختلفين في تأسيس هذه الجمعية. العام الماضي لم أتمكن من الحضور، ودعيت في الحقيقة إلى الأربعينية لم أتمكن من الحضور نظرا لبعض الالتزامات. العام الماضي احتفلتم بمرور 40 سنة على تأسيس هذه الجمعية. فعلا هي انطلقت من بيت إخواننا، من إخوان الأخوين نجيب القصاص والهادي القصاص في البداية في الديزيان، ثم انتقلت بعد ذلك حتى أصبحت هذه المكان الطاهر المبارك والعامر بكم. وما ثباتكم إلا أنكم تعتمدون على أسس ثابتة. بارك الله فيكم وبارك الله في مجهوداتكم، ولا تكترثوا بالعدد حتى ولو كان قليلا، إنه قليل وقليل من عبادي الشكور. احنا تعودنا على القلة والحمد لله، والقلة لا تعني شيء، بل بالعكس رجل كألف رجل بإذن الله. واصلوا على هذا الدرب وجزاكم الله خيرا. أشكركم جميعا على هذه الدعوة، وخص بالذكر أخ رئيس الجمعية، إخوة أعضاء الجمعية، والمنخرطين والمتعاطفين مع هذه الجمعية المباركة إن شاء الله. في الحقيقة عندما طلب مني أن أتحدث ماذا أفيد إخواني، وأغلبهم في العلم لهم باع طويل في الفقه وفي القرآن والحديث وغيرها، فجاءني حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه هذا العنوان، عنوان المصطلحات النبوية. ما معنى المصطلح في الحقيقة، وما المقصود بالمصطلح؟ هو في الحقيقة تعريف نتفق عليه يولي مصطلح بيننا في أي مجال من المجالات. فعرفت المصطلحات الشرعية سواء كان من الناحية التعبدية أو من الناحية العقائدية أو من الناحية الأصولية، وفي كل ميدان عنده رجاله إذا اتفقوا على أمر من الأمور فذلك هو المصطلح. أغلب الكتب التي ألفت تلقى أي مصطلح، أي موضوع مش يتكلم فيه، مش يقول الإيجار المالي مثلا كقضية مستحدثة، يقول لك تعريف الإيجار لغة وتعريفه شرعا أو اصطلاحا، تعريفه شرعا أو اصطلاحا. باش نبسط الموضوع وبالمثال يتضح الحال، كان نحب نعرف الصلاة. الصلاة هي الدعاء، وهي صلة بين العبد وربه. بدنا ندخل في التعريف الاصطلاحي. لما تدخل التعريف الاصطلاحي يقول الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة في وقت مخصوص. بالطبع نأخذها من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نجي للزكاة. الزكاة هي الطهارة، هي النمو، هي البركة. حتى في لغتنا الشعبية يا إخواني الزكاة يقول لك زكاة يعني نمى، يعني حدث به البركة. ساعات جرت فيه من الزيت والله جت البركة والحمد لله، أو محقت منها البركة لا قدر الله. بعض الأحيان تصيب حريقة بتاع الحصاد يقول لي أنه لم يزكي، ما نزلتش فيه البركة. فالزكاة بركة، والزكاة نمو، والزكاة طهارة. هذا في المعنى اللغوي. لما نجي من المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي نقول هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إلى جهة مخصوصة. بعد يجي التفسير.
اما هو في البدايه اخراجه جزئين، ما تخافوش، جزء يسير بسيط على الاخر، خاصه في الفلوس اللي هي تحبونها حبا جما. طيب في الحبوب العشر، شوف كيفاش في الحبوب العشر وفي الماشيه وفي غيرها حاجه كبيره برشا، لكن في الفلوس يعرف انها تلتصق بكم التصاقا كبيرا وصعيبه باش نخرجوها بين ربع العشر، مش حتى عشر، ربع العشر. تو نوصلوا لها ان شاء الله. هذيك هي اخراج قدر مخصوص او جزء مخصوص من مال مخصوص. يا اخي كل الحاجات اللي نزكوا عليها الجواهر ولا الي لا نزكي عليها. العمارات اللي بيبارك لكم والسيارات لا نزكي عليها الا اذا اتخذناها تجاره. الا اذا اتخذناها تجاره باش نفهم. الى جهه مخصوصه كل الناس يستحقون الزكاه؟ لا. لا تعطى الزكاه لصاحب اللي قوي ولا لذي مره سوي. رجل قوي ولبس عليه يضرب الحيط يده نعطوه الزكاه؟ نعلموه التواكل؟ لا لا، انت ما عندكش اولويه. تو يشوف اذا كان عندك اولادك ممكن نعطف على اولادك وعلى زوجتك، اما انت ما تستحقهاش. انك قوي لازم تخدم باش ما نعودوش على التواكل. نجي لابسط حاجه ومش دعايه، كان جد في جربه يقولوا لي دعايه، العمره، خاطر باش ننظم عمره، كان في جربه يقولوا لي دعايه، تعمل في الدعايه العمره نتاعك. العمره هي زياره، يعني العمره معناها زياره في اللغه، لكن لما نجي في الاصطلاح شنو هي؟ زياره المسجد الحرام لاداء مناسك مخصوصه، اللي هي احرام وطواف وسعي. هذه كلها مصطلحات، قد نختلف فيها. قد نجد اختلافا ربما بين العلماء، لكن مصطلحات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تقيم ولا ان تقوم. والفرق بين التقييم والتقويم، تقويم في عوجاج لابد من اصلاحه، وحاشا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي اوتي جوامع الكلم ان نقوم كلامه او ان نقيمه، نقول هذا حديث كذا ولا افضل من غيره، لا ابدا. كل الاحاديث توجب العمل، ولذلك اخترنا بعض الاحاديث والمصطلحات اللي هي اما نتعلمها جديده لم نسمع بها. وتو نعطيكم كلمه عمركم ما سمعتوا بها باذن الله تبارك وتعالى، وانا اراهن على ذلك. وباش نسالك بلع، خاطر اذا كان واحد يعرفها لازم يجاوبني، مش بعد نعطيه النتيجه يقول لي انا كنت نعرفها. هذا هو بصراحه يعني. اذا المصطلحات سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل التقييم ولا التقويم، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. والميزة اللي يمتاز بها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه. وكل الجمعة نقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك فإن كثيرا من المصطلحات تغيب معانيها عن الصحابة، ولذلك عندما يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم إما يجاوبوا بالخطأ أو هم يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا الله ورسوله أعلم. هل نعطي مثال؟ وكأن الرسول يعيش معنا. أش يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة؟ أبو هريرة مشهور، ما تسألونيش حديث، لأنه مشهور أكثر الصحابة رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل معنى كني بأبي هريرة لأنه كان يعمل في كمه هرة صغيرة، هي معنى دائما ترافقه، هكذا سمي بأبي هريرة، وإلا هو اسمه عبد الرحمن بن صخر، أي هو الدوسي اسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يرمينا هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس امر غائب، وهذا الامر من وحي الله تبارك وتعالى، لانه لا يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى. قال: سياتي على الناس سنوات خداعات، هي سنوات نعيش فيها، كان في تونس ولا في باريس ولا في غيرها، سنوات خداعات يصدق فيها الكذب. تصور الكذب يقول لي صادق ونصفقوا له ونجاملوه ونمشوا وراه وهو كذب ونعرفوا انه كذب، وبعد ما يكمل نقولوا كذب.
نحبش نقول على الاجتماع تاع لوبرفي تو المترشح للانتخابات الرئاسيه تاع فرنسا اش دخلني فيه؟ ما جا عمل خطاب من اروع ما يكون، لكن الله اعلم مستور فيه، مستور في حاجات مخبيه. سياتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. يضطر الامين باش يكون خائن او على الاقل يوصف بالخيانه الامين، خاصة لحمة المشايخ اش يحبوها يا جماعة، هذاك الشيخ بيه وهذاك عليه وهذاك ولاده ما ربهم، إذا الأنبياء ما قدروش يربوا ولاده في بعض الحين، سيدنا نوح قد يربي ولده هو، مو كان من الكافرين والعياذ بالله، اش نعملوا؟ إذا كان دكتور عن شيخ بده يضرب فيهم وهذاك كذا وتلقى في الرشوة، وسمعنا به يعمل كذا وهو ما عمل حتى شيء. إذا الخائن واللي أمين كذاهم والأمين يصبح يخونونه. وينطق فيه الرويبضة. أشكون يقول لي الرويبضة؟ شكون يقول لي معنى الرويبضة؟ وعدكم باش نقول لكم مصطلح جديد استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. أشكون يعرف الرويبضة؟ حلو البورتابل مسموح لكم، ماهوش غش، ابحثوا حشاكم وحشا قدركم. قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك التافه. هكا التافه ينطق، التافه هو اللي ينطق. وكم من ناس يوصفون بالتفه والسفه، يتصدرون المجالس ويأمرون ويتوعدون ويحذرون. هذا هو الزمان أخبر عنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الرويبضة، هذا مصطلح جديد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه في أمر العامة، خاصة إذا ولي أمر العامة ونحن نولي أمورنا مع الأسف. إذا ولي الأمر لغير أهله أو إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هذه مشكلتنا. إحنا بدينا خطوات طيبة وبدينا نتعلم شوية في الديمقراطية، لكن بدينا نرجعوا لتالي تو، بدينا نوخروا لتالي يا جماعة. وهذه لابد من الانتباه، لابد من وقفة حازمة. أنا لا أدعو إلى ثورة، أنا لا أدعو إلى الاحتجاج، لا أدعو إلى الفوضى، لا أدعو إلى العنف، لا أدعو، إنما ندعو إلى الوعي. كنا نعي بمن نختار، نوابنا عندما نختارهم نختارهم بأتم معنى الكلمة. إحنا في تونس يلا يجيك واحد يقول لك اختار هذاك، أنت ما تعرفش تختار. في بعض الأحيان مش لازم كذا، أنت ما تعرفش ما تختارش أحسن، ولا تختارنا إنسان سيء. ففي هذا الحديث إشارة إلى انقلاب الأوضاع واختلاط المفاهيم، الحلال عندهم حرام والحرام عندهم حلال. وش يزيد علينا تافه هذا الرويبضة يمكن والأدل على من ذلك، بعض أنتم الحمد لله تصلكم الفضائيات التونسية وتنظرون في الحمار التونسي، عفوا الحوار التونسي، أي تنظرون يجيبوا لنا أسوأ العباد وأسفههم بدعوى أنهم دكاترة، ويجي أمام الآخرين يحل ما حرم الله اللي هو معلوم من الدين بالضرورة. بالله يا إخواني، فما واحد من المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا ما يعرفش أن الخمر حرام؟ يستحيل، يستحيل. ما يعرفش أن الزنا حرام؟ يستحيل. يجي واحد يسموه دكتور ويقدمونه على أنه دكتور في مثل هذه الأمور ومتخصص في الشريعة الإسلامية، يستهينون به ويسخرون منه، فيفتي للناس على أن الخمر والزنا حرام ولا حلال. أنا قلتها بالفطرة، أنا قلتها بالطبيعة، مش وحدي أنا اللي قلت، طبيعتي قالت، خاطر هذا هو الحرام، هو يقول حلال والعياذ بالله. ولا يخاف من وعيد المولى تبارك وتعالى، قل في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. مش يعذبهم ربي سبحانه وتعالى، بيتمتعوا في الدنيا شوية، لكن العذاب الدائم والعذاب المقيم والعذاب الخالد
هو في جهنم والعياذ بالله، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. هذا كذب على الله وافترى، الافتراء أكثر من الكذب، يعني زيادة والتمعن في الكذب. من يقول أشياء معلومة بين الدين بالضرورة أنها حرام يحللها، هذا واحد أسميه رويبضة، هذا إنسان تافه لا قيمة له ولا مكانة له، لا عند من استضافه ولا عند الله تبارك وتعالى، إنهما يضحكون عليه. هؤلاء الذين يغيرون الأحكام الله، توعدهم الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم، وتوعد أمثالهم الذين يحاولون الزج بشبابنا إلى ما لا تحمد عقباه عن طريق الاستهانة بالمخدرات. أجتنا طاوة نموذة جديدة غادي على رأس القائمة، يقول لك إيش بعد المستهلك مريض ونعفي عنه، خاصة إذا استهلكها لأول مرة. وشكون قال لك أنت أول مرة؟ وكل ما يقول ما هذه إلا أول مرة. مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واحد سرق، قال تعالى جاي يقطعوا له يده، قال له لا أنا أول مرة سرقت يا أمير المؤمنين. تحروا قالوا شوفوا قداش مرة سرق، لقوه سارق 12 مرة. معناه شبابنا اللي كان بيعقبوا من المرة الأولى معناه يكونوا 10 ولا 12 مرة اتورطوا، وإذا تورطوا أصبحوا مدمنين، وإذا أدمنوا يقول لي اخطر على حياتهم واخطر على الدولة، وأموال طائلة تصرف عليهم والله أعلم بهم كده، لأنهم يحلون ماذا؟ قريب يحلوها الزطلة أو القنب الهندي. قال لك الزطلة ما فيها شيء، فيها انتشاء، فيها نشوة. النشوة هذه تغيب العقل ولا ما تغيبش العقل؟ تغيب، تغيب العقل، تغيب، يقول الإنسان فيها مهبول. الخمر علاش حرمت؟ ومن حكمتهم تحميل التحريمة لأنها تزيل كلية، معناها كلية من الكليات الخمس اللي هي تزيل العقل وتذهب به العقل، ويولي السكير العربين معناه حقير، ويولي صغير، ويولي مهبول. واحدة من الأخوات كبيرة في السن قالت لي أنا نحب راجلي يحط سكر بصراحة. لا قالت يا أخوي إذا كان يجي سكران يضحك، أي وما يعرف شنو اللي في جيبه، وهذا الأهم. ملا يا إخواني ما تكشروش، اضحكوا لزوجاتكم الله يخليكم، عاشروهن بالمعروف، ما تكونوش سكرة، حبكم واعيين. لا إله إلا الله. هؤلاء يقولوا نصط على عقوبة المستهلك، لا نصط العقوبة وما كذا. قال لك تعرف علاش؟ خطر الحبس تعبى من المستهلكين، والكلفة نتاع السجين العادي إذا ما مرضش ما عملوش معنا فيزيتات 23 دينار يوميا. معنى ذلك نقول لهم يا حكومة أن العقوبة ماهيش رادعة، لو كان رادعة ما رجعوش للحبس وما رجعوش إلى استهلاك المخدرات. أما دائما أنت تشيع فيهم هذه المخدرات وتقول كذا، فانتشرت المخدرات إخواني وسامحوني باش نقول لكم، انتشرت في معاهدنا في الإعداديات والثانويات، أما في الجامعات فحدث ولا حرج، هذيك حرية شخصية، كبروا هذوك حرية شخصية ويتناولونها على أنها حلال ما دام يسمعوا بعض المسؤولين على أنهم سيعفوا. لو شوف وكأن قضايانا انتهت، مازال كان عندنا هذه القضية نقدمها إلى مجلس النواب، شوف مجلس النواب نتاعنا شو ينظر فيها، ينظر في هذه كأنها معناها مش رفع العقوبة، إسقاط العقوبة عن المستهلك وتتبع فقط. اللي هو واحد خبير دولي في القانون الدولي معروف تعرفوه، ما نحبش نذكر اسمه فقط، شيخ كبير طبعا خبير في القوانين الدولية، قال إنما أسقط العقوبة على مستهلك الزطلة لتنمو تجارتهم وتزدهر أرباحهم. هذه تهمة مباشرة، هكو هم اللي قاعدين يتاجروا معنا في المخدرات يحبوها معناها تنتشر باش تنمو أرباحهم وتنمو تجارتهم والعياذ بالله. إن شاء الله ما ازدهرت يا رب العالمين، لأنها مبنية على حرام، والمبني على الحرام خراب بإذن الله. هكا علاش انتشرت في إعدادياتنا وفي ثانوياتنا، ولذلك دورنا كبير إخواني.
دورنا كبير سواء كان في المهجر وإلا في البلاد ولا عند الإقامة في بلادنا. لابد من أن نربي أولادنا، ولابد من أن نراقب أولادنا، ولابد من أن نبحث عن حل جذري، وأن نختار أصدقاء أولادنا حتى لا يتورطوا في مثل هذه الأمور، لأن نفسا واحد من المخدرات تؤدي إلى سيجارة، والسيجارة تؤدي إلى الإدمان، والإدمان يؤدي إلى المرض وإلى الخروج من العقل. كل هذا تعرف علاش؟ على مصطلح الرويبضة، خاطر يحكمون في بعض الأحيان أناس ليسوا في معناها على المسؤولية، ولا يشعرون بالمسؤولية، فهم رويبضة أي سفهاء على العامة وتافهين على العامة. هذا فالرويبضة إذن كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو التافه، والتافه لا وزن له ولا مكانة عند الله تعالى وعند الناس. ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومستقبلا إن شاء الله لن نترك الفرصة للتافهين كي يتحكموا فينا. جايتنا مجالس بلدية يا إخوان، لابد أن نختار الأحسن والأفضل. جايتنا حتى ولو كل آت قريب بإذن الله تبارك وتعالى، فلنستعد لها ولا نستهين بها. وإذا كان نزم الروح يا إخوان، عندكم نظرة ثاقبة حول الأشخاص، حول الناس، حول الأمناء، رشحوهم واعملوا كل ما في وسعكم ليكونوا ناجحين. اختاروا الأمناء حتى ننعم بهؤلاء، لأنهم لما أخذوا البلدية إخوان في البداية وحماية الثورة ومش عارف كذا، عزوا في الأخير وسلموا مهامهم، ثم بعد ذلك ولت معنا أمور إدارية الأكثر والأقل. ننتظر إلى الانتخابات البلدية، لأن طبعا يقول لها دخلتنا في السياسة، واللي يقول أن السياسة ليست من الدين ليست لديه نظرة شاملة عن الإسلام، لأن الإسلام يستوعب كل شيء، كل شيء، الدين والسياسة وغيره. إذن هذا مصطلح نتوقع أننا لم نكن نعرفه في السابق، رويبضة اللي هو التافه للعامة. ننتقل إلى موضوع آخر يهمنا جميعا، سواء كنا مهاجرين وإلا مقيمين في بلداننا. وفيه كذلك مصطلح استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار زوجة شريكة الحياة. أعطانا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت تختار الزوجة، يعني تنكح المرأة لأربعة: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يدك. أنا عارف تربت يدك فيها خلاف حتى في التفسير، معناتها فيها دعاء على، دعاء عليك بالفقر والعياذ بالله. تربت يدك التصقت بالأرض، كناية عن الفقر، وهو دعاء على من زوج ابنته على غير أساس الدين والأخلاق. لأنه من زوج ابنته لمالها، أو من تزوج امرأة لمالها، زاده الله فقرا، زاده الله فقرا. إذا كان زوجها فقط لمال، والله إذا كانت وفرت فالمرأة الخلق الحسن والدين والمال والجمال والحسب، الحمد لله جمعت كل الحسنات، هذه مرغوبة طبعا، لكن دائما نفضل. هكا علاش حذرنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقول لنا فاظفر بذات الدين، ففز بذات الدين تربت يدك. علاش؟ لأن الجمال يذبل بعد مدة معينة، كل ما تذبل المرأة ويذهب جمالها وتذهب نظرتها نتخلصوا منها؟ لا يصح ولا لا يجوز، من باب نكران العشرة، وعاشرهن بالمعروف. وإذا كان ذهب مالها نطلقها، علما بأن أخواننا في ناس قاعدون لهم لسانهم بالله، وعوهم بالله الله يبارك في بعض ناس ولا برا يجيب ورثة تاع باباك ولا نطلق. أي جيب الورثة نتاع باباك وإلا نطلق، معناها أنت طمع فيها هي ولا في مال باباها؟ هل تزوجها فقط لمالها، ولم يتزوجها لخلقها؟ ولا واحد آخر يقول يشرط عليها أنه أجرتها كاملة بعد أن يسمح لها بالعمل، يولي هو يبطل العمل وهي تنفق عليه، ثم بعد ذلك يتحكم في نفقتها، في حين أنه لا يجوز للزوج أن يتدخل في نفقتي وفي مالي زوجته، هي حرة التصرف في ماله. وإذا استشرتهم من باب الأدب ومن باب فقط يعني نوع من الأدب،
لا أكثر ولا أقل. أما هو لا يصح له أن يتدخل في نفقة زوجته. وقال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يجي صاحب دين وصاحب أمانة ولا يزوج، يجي صاحب أوراق صاحب وظيفة عالية يزوج وما عنده حتى أمانة وعنده حتى أخلاق. هنا بعدنا عما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم منا. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. حسب نقول لكم حكاية، شفت الوقت، لقيت الوقت بدأ يبعد شوية. ما يسألش طو إذا كان عندنا الوقت. يسامحك الرئيس. يسامحني، بارك الله فيك خموجي، مرحبا به. وفي الآن نفسه حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من خضراء الدمن. يعرفوها هذا برشا ما يعرفوها، أنا ما قلتش ما تحديتش. أما الصحابة ما عرفوهاش وقتها. قال لهم، حذرهم، قال لهم: ردوا بالكم إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ ما عرفوهاش. قيل: وما خضراء الدمن؟ شكون يجاوبني؟ المرأة الحسناء في المنبت السوء. هي حسناء وجميلة لكن منبتها سيء، المنبت هاك يؤثر فيك، هذوكم أصهارك في المستقبل، هذوكم نسابك، هذوكم مش هذيك نوع من المصاهرة، نوع من الاختلاط بين العائلتين، أنت ما ينسبكش أن تخلط عائلة فيها فساد. هذاك علاش الحاجة الوحيدة التي يجوز للزوج أن لا يسمح بزيارة أهلها إذا كان الزيارة هذه تضر بمصالحه ولا فيها من حاجة تضر يعني وتضر الأسرة بأكملها، وقتها يجوز أن يمنعها. إذا كان دبوس على الطاولة وجماعة كان مارك معنا اختلاط، بإمكانه أن يمنعها وأن يحدد لها الزيارة، لأنك الزيارة تضر بمصلحة زوجته. إذن خضراء الدمن لم تكن معلومة عند الرسول محمد، عند الصحابة. فسرها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حذرهم: إياكم خضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء لكن المنبت سيء، في المنبت السوء. فإذا كان منبتها سيء نبتعد عليها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إننا لنستحي والحمد لله. شو قصدهم في الاستحياء؟ يخجلون، يستحون من الله تبارك وتعالى. أنا حاب يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم على أن الحياة حق الحياة من الله تبارك وتعالى ليس ذلك. قالوا: إننا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء، اسمعوني، من الله حق الحياة. نفي ارتباط بالدين والدنيا، احنا نغفل توا على الآخرة، غرنا الدنيا فتهزنا صراحة. وهي المطلوب راهو ماهوش المطلوب العزوف عن الدنيا، لا رهبانية في الإسلام. ما نجيش أنا فرنسا في عاصمة النور والفلوس بالأوروات والدنيا من هنا ومن اليمين ومن اليسار ونقول الدنيا خايبة. لا، الدنيا حلوة، الدنيا حلوة وطيبة، فيها الحلال، فيها كثير من الحلال، كله من طيبات ما رزقنا، كله كل. أشكون نجم يمنعك من الحلال؟ والحلال كثير والحرام هو القليل. لابد أن نتحرى الحلال وأن نبتعد عن الحرام. أش قال لنا سيدنا الرسول؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى. أو دخلنا في الأخلاق. كانك أنت في فرنسا ولا في تونس ولا في جربة ولا في أي مكان، تحفظ رأسك وما وعى. أش فيه الرأس؟ حواس الكل. تحفظ عينيك من النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. تحفظ لسانك من الكلام السيء ومن الشتم والسب والغيبة والنميمة وغيرها. وشنو اللي يكب الناس يعني في النار؟ حصائد ألسنتهم، ألسنتهم عفوا، حصانك، لسانك، حصانك. إذا صمتوا صمت، صموا ألسنتكم، عودوها بالذكر وبالكلام الطيب لا بالشتائم. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى. مازال في عينين، في لسان، في فم، في شم، في أذن. الأذن ما عندهاش ريجلاتير،
لازم نسمع كل شيء احنا. اما يا سيدي حد اللي كان يسمعنا يخليه يدخل منا ويخرج منا، ما نقعدوش ننتبه، على خاطر في بعض الاحيان تعجبك معناها ما يعجبك النظم، في نوع من الحلاوه في المنطق وغيرها، لكنه يدعو الى السوء، يدعو الى الفاحشه. احنا بدنا نستمع الى اشياء تدعو الى الفضيله، تدعو الى الحياه. كذلك تحفظ البطن وما حوى، متحررين والحمد لله، اخوه طيبين، اخوه كرام، ناس مشهود لكم الحمد لله رب العالمين بالحسن السلوك وبغيرها، يتحروا الحلال وما يدخلش لبطنه حاجه حرام، ما يدخلش لاولاده حاجه حرام، لان الجسم اذا نبت من حرام فالنار اولى به، سحت يعتبر، فالنار اولى به. احنا ايش نبعدوا له؟ نمشوا لفرنسا، احنا في تونس في الشهر الفضيل الفريضة فيه ب70، النافلة فيه كالفريضة، والفريضة ب70، ونضيع هذا الأجر بطرح كارتة على شوية يغر ولا شوية غريبة ولا شمية وروح بها للضرب، وكلتهم الحرام ولا ما كلتهمش الحرام، هما مش مسؤولين. لما المادة تتعلق بك أنت فقط، أنت حرام عليك وهم حلال عليهم، لكن أنت كنت سبب ربما في إدخال الحرام إلى بطونهم والعياذ بالله. ولذلك ننتبه لهذه الجزئيات اللي هي بسيطة، ما زالت مقاهينا مع الأسف، مع الأسف مليانة قمار، وما نحكيش على السوتابية، أكي يلعبوا في الرمي ولا يلعبوا في البلاط ولا يلعبوا مش عارف كذا، وتحت التابية أشياء غريبة، فلوس تتلعب معناها قمار. شكون منا ما يعرفش أن القمار معناها حرام؟ الناس كل نعرف ان القمار حرام، لكن مع الاسف الناس الكل تطمع. يجيك اس ام اس الرقم نتاعك والله محفوظ، عملنا القرعه وانت باش تربح 25 مليون، اجب عن هذه الاسئله. اذا جاوبت ومشيت حتى ولو الاس ام اس ب 50 مليون فقد شاركت في القمار، ودخلت في القمار، ودخلت في الطمع، والطمع مات. طب ما عملت، ولذلك ولكن لعبة الصنادق، شوف الأمور، شوف الخبث، علاش قلت لكم الحمار التونسي؟ الصنادق هذيك مساكن يبعث بالسماسات، ويا ريت يبعث واحد، يبعث بالعشرين، بالخمسين، بالمية، لكن مليار يربحوا فيها بالسماسات، ويعطوها لواحد فقط بعد ما يربحوا هم مليار دوات، قاعدين يضحكوا على أذقاننا. هذه فضائيات معناها تبث وعندها أعلى نسبة من المشاهدين، وهي للأسف ثم ناس قطعوها. أنا مشيتش هنا باش فعلا لا بنشرها ولا بنتوعد فيها ولا غيرها، لكن جيت باش نبين للناس على أن هذه الأشياء البسيطة تدخل إلى النار والعياذ بالله. الأشياء البسيطة هي محرمة، بلاش هذا. مرة واحد في عمد السوق تعدي من عند جمرك بتاع الدخان بنشري جريدة، بلاي عايش ولدي تعال تعال عمر لي الورقة هذه، شو ورقة؟ قال لي اعمل واحد اثنين وكروات. يا ساتر، اي تبرك بيا. قلت والله المفروض انت ما تلعبهاش عم الشيخ، ولكن انا ما نجمش نعمر، سامحني نعرف نعمر لكن ما نجمش نعمر. الراجل كولومبي خسرتك العام ما قلت له، خاطر ضرب الكرة براسه دخلها بالهدف، هما معناها عملوا معناها القمار على ان كولومبيا بتخسر، شويه ربحت في ولا خسرت. المهم شفتوا كيفاش القمار وين يدي؟ وتجي الامثال الشعبيه يقول لك الف خمار ولا قمار، لا ما فيهمش خير يا سيدي، الف قمار ولا خمار ولا اما خير زعما هاك اللي يصلي ويسكر ولا اللي يسكر وما يصليش، انا خير زعما ما فيهمش خير للزوز، ما ينفعوش للزوز. أن تحفظ الرأس وما وعى، وتذكر الموت والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. أنا وقتاش قال لنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الناس ابتعدت عن الآخرة وأهملت الآخرة مرة واحدة، هذاك علاش فيقنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش يبين لنا الآخرة خير وأبقى. لكن هي راهو المفروض مطلوب منا
نوع من الاعتدال بين مطالب الدين ومطالب الدنيا، وابتغي فيما رضاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. معنى مصطلح آخر، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أتدرون من المفلس؟ كل حد تعرف شنو المفلس؟ قالوا نعم، المفلس من لا درهم له ولا متاع. لا لا، قال لا مش هذا، لا ما هوش هذا، مش المقصود هذا، أنا مانيش نور. فقال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي، ردوا بالكم، من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى من حسناته، من وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته تؤخذ من خطاياهم وتضاف إلى خطاياه فيطرح في النار والعياذ بالله. هذا المفلس. أنا عاد يقول لي يقصد فينا، نصلي ونصوم ونزكي، لكن في بعض الأحيان نشتم، في بعض الأحيان نظلم، في بعض الأحيان نقذف، نتكلم في عرض الناس. إذا أردنا أن يتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، فلا بد أن نتنزه عن مثل هذه الأمور التي تؤدي بنا إلى النار والعياذ بالله. العبادية معروفين عاد الخلود في النار، أما فماشي لعب هذا، وعد ووعيد، إما خلود في الجنة وإلا خلود في النار، ومهما الأدلة الأخرى لا تقنعني مطلقة. وكثير من الإخوة الفقهاء والعلماء من أهل السنة يؤمنون بالخلود في النار. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا اللي همني في بالي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمن وأنتم مؤمنون، على المسلم وأنتم مسلمون، على المهاجر وأنتم مهاجرون، وعلى المجاهد وأنتم مجاهدون. حب خرجنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم المصطلح الذي كنا نعلمه أن الإسلام هي الأركان الإسلامية الخمسة، لما أجيب هذه الناحية العقدية، الركن الأول ناحية عقدية، والناحية التعبدية صلاة صيام وزكاة وحج. حب يعلمنا السلوك. فقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. الناس مسلمين وغير مسلمين، وأنتم في بلاد المهجر إذا أسأتم لغير المسلم تعطون صورة سيئة لأنفسكم وللإسلام. ولذلك حتى ولو كان كافرا لابد وأن تحسن إليه، فإحسانك إلى كافر قد يكون سببا في إدخاله إلى الإسلام. قصة صغيرة، واحد كان عنده مجاور ألماني في السكن في الحي الجامعي، جاء تقابلوا مع بعضهم ديما في الإسكاليات ويفتحوا الباب ويسلموا على بعض بونجور بونجور، يتعدوا على أرواحهم. مشى هو الألماني روح لبلاده، لكن كان مشارك في ريفي مجلة علمية، جي كل يوم عند الباب بدأ المرة اللي يتكدس عليها، مشاك الجار المسلم نفضها وحفظوا عليها، حفظوا عليها حتى ينجى الألماني هذاك جاء من البلد، أعطاها الريفيو نتاعه وقال له والله أنا حفظتك عليهم، ربما تتبع أنت في حاجة معناها علمية مهمة وكذا، خفت تضيع عليك. قال له شكون كلفك؟ قال لم يكلفني حد، وقت هذا من باب الإحسان إلى الجار. قال له قداش تحب فلوس؟ سيدي بارك الله فيك قداش تحب؟ قال لا ما نحبش فلوس. كيفاش ما تحبش فلوس؟ قال له هذا لله تبارك وتعالى، أرجو به الثواب من الله تبارك وتعالى، وما زال يحسن إليه حتى أسلم، حتى أسلم. أحسنوا إلى غير المسلمين، وإحسانكم المسلمين أولى طبعا، لكن من باب تحصيل الحاصل أن نحسن إلى بعضنا البعض، وأن تحسنوا لغير المسلمين تعطون صورة جيدة بإذن الله تبارك وتعالى للإسلام. المسلم المؤمن طبعا. قال من أمنه الناس على دمائهم، أنتم كلكم أمناء في عمالكم على دماء الناس وعلى أموالهم، على أموالهم بصفة خاصة، تخدم في شركة تعني تواياج يجيب لك الدنيا كل ويطمان بيك، ما تفزش يا أخوي، ما تجيب شيء يا أخوي، لا تروح به للدار، لا سيربيال ولا جافير ولا جريزي، شيء ما تجيب.
كانش الهم اذا كان الشركة اعطتك هذيك نسبة معينة هو لك، اما جيب من غير ما يعلم حتى حد هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى وتعطي صورة سيئة. خاطر قبل الجماعة قالوا لي اذا كان عجبتها حاجة هيك وقال سمحة هيك باهي حتى تحت البيض كان فما ريكلاماسيون نسيت ما مسحتهاش هي موجودة هنا يمسحها ويعلقها، كان ما ثماش ريكلاماسيون بعد 10 ايام يروح بها. يقول شريتها من مونتري، اي قاعدين يبيعوا في النقل الجدد من مونتري. ها نتحرر الحلال يا اخواني، اذا كنا مؤمنين ان كنا مسلمين واحنا كذلك مهاجرين اخواني، فما معنى المهاجر وفاتك الهجره من مكه من من مكه الى المدينه؟ مو بعد الفتح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. تو جهاد، جهاد النفس على طاعه الله تبارك وتعالى. فانتم مهاجرون، ايش معناه من هجر؟ المهاجر قال من هجر الخطايا والذنوب، من هجر ما نهى الله عنه، من ابتعد عما نهى الله عنه. فلا بد من ان نبتعد من مثل هذه الامور والحاجات اللي هي الشبهات اخواني، لان عندنا بارش حاجات فيها شبهات، ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لانه من وقع في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله. يا اخوي حاجه ما نعرفهاش هذه، حلال ولا حرام؟ نبتعد عليها حتى نتاكد، على خاطر كان انا خليتها وهي حرام قد وقعت في الحرام، اذا كانت نزهت يكون احسن، لما تظهر انها حلال وقتها بالطبع اخذها. فالمهاجر من هجر الذنوب، من هجر الخطايا، من هجر ما نهى الله عنه. والمجاهد هو الذي يجاهد في طاعه الله، واحنا نجاهد دائما في طاعه الله في بلاد الكفر. على كل حال بارك الله فيهم، سمحوني في بعض الاحيان، لكن البارح نسمع في صوره قادمه المسؤول لا يمنع من اداء الصلاه، فلا بد من ان نجد حلا لهذا الامر. علاش جاتنا الجمع بين الصلاتين كحل من الحلول؟ انا نروح للدار نص نهار ونص من الساعه غير ربع نصلي الظهر والعصر معا جمع تقديم ونمشي لخدمتي وانا مرتاح، نروح حتى النص الليل نجمع حتى النص الليل باش نجمع بين المغرب والعشاء. المهم اني ما نفرطش في صلاتي، المهم اني ما نفرطش في صلاتي، علما بان الجمع بين الصلاتين راهي رخصه، وديما الاولى ان نصلي كل صلاه بمفردها وخاصه اذا التزمنا مع الائمه. لكن ظروفكم نعرفها، ظروفكم نعرفها، واعمالكم نعرفها، والفتنه محيطه بكم في من كل جانب، في طرقاتكم، في اعمالكم، في الشوارع، في السيارات، وفي غيرها من الامور. فانتم الماسك على دينه كالماسك على الجمره. ان شاء الله ربي يبارك فيكم، لان الوقت اسف والخمس دقائق نتاع اللي شكرتكم فيها سامحوني فيها. وبارك الله فيكم حقيقه. واختصرت من المحاضره ما يمكن اختصاره، فقط المتمسك بدينه يقولنا في هذه الربوع كالماسك على الجمره، أعانكم الله، أعانكم الله وجعلكم من مجاهدي النفس التي تمكنكم من التغلب على الشهوات والنزوات حتى تكونوا دوما في طاعة الله وفي طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تعطوا صورة مشرقة عن الإسلام وأهله. وإذا أحسستم بالعجز إخواني، وإذا أحسستم بالضيق، إذا أحسستم بالغربة، ألزموا الجماعة، هذه الجماعة المباركة ألزموها، ألزموا الجماعة وشددوا إيمانكم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم البعض. فلو أنكم حققتم هدف اللقاء لكفاكم هذا الهدف، هذا هدف سامي، يكفي أنكم تتعارفون، أنكم تسألون عن بعضكم البعض، أنكم تتعاونون، أنكم تساعدون بعضكم البعض. وفقكم الله تبارك وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.